الأوضاع في قطاع غزة، حيث تعرض منزل عائلة جزائرية مقيمة برفح في قطاع غزة للقصف الصهيوني، حيث دمر هذا القصف بيتها بالكامل، واستهدفت قوات الاحتلال البيت الذي يقطنه مواطن جزائري يدعى عبد الجبار دراجي رفقة أفراد أسرته الذين تجاوزوا عددهم 17 فردا، أين أدى القصف إلى إصابة أحد أبنائه وتدمير منزل العائلة بالكامل. أنا المواطن الجزائري دراجي عبد الجبار سويمع لمسيلة، جزائري مقيم في قطاع غزة فلسطين رفح. أنا الآن أحدثكم من فوق ركام منزلي، من فوق ركام منزلي التي تم استهداف جيراني، فبالتالي تم استهدافنا معهم. كان منا المصاب فقط واحد وهو ولدي الأوسط، والحمد لله رب العالمين. نحن الآن خرجنا من منزلنا لأنه أصبح غير قابل للسكن. لا توجه المواطن الجزائري المقيم بغزة عبد الجبار دراجي عبر تلفزيون النهار برسالة رئيسية الجمهورية ناشده فيها إغاثة عائلته وإجلائهم إلى الجزائر. في سنة 2014 حيث تم استهداف المنزل نفسه، ولكن كان الأول استهداف مباشر، فالحمد لله رب العالمين كان منا الشهداء. الحمد لله أطلب من سعادتكم من سيادتكم أن تساعدونا في إجلاء أنا وأسرتي الممتدة، أولادي وأحفادي جميعا إلى الجزائر الحبيب. أرجو إعطاء أمركم الكريم بإجلائي، حيث المعبر يوم الأحد تقريبا سيفتح لإجلاء الرعايا الأجانب.